السلام عليكم. نبداو قصة التونسي اللي هو هذا الله يرحمه به. نمشيو بشوية بشوية. وينو هذايا؟ هذا الفيديو نتاعو. واحد من منزل اثنين خويا من نابل يتوفى خويا في ايطاليا. قال حاكم صاحبي شغل الحاكم صاحبي خويا الدنيا ودنا بعضها تونس يا خويا مشي هكاك تشوف العباد خويا توانسه كلها. خويا واحد من منزل اثنين خويا مسكين توفى من نابل خرج العباد. نمشيو للي شدوه الطفل اللي قتلوا. هاوك التونسي اللي ضربو، هذاك التونسي اللي ضربو خويا. ويني هي؟ وين هو هذايا؟ هذا ها هو فوق قد هاوك عارف شو على ساقيه كلب. شفتوه التونسي؟ ان شاء الله ما هذا التونسي اللي ضربو. هاو شفتوه؟ هذا هو. استنى نشوف التصويت. هذا هاو اللي ضربو. هذا التونسي اللي قتلو. اوكي وهذا الطفل الله يرحمه الجثه نتاعو هاوكا. حبيت نوريكم جستمو حاجه هذيك عينه من الحكايه هذه. هو الله يرحمه واحد وكل شيء. هذا مش أول تونسي في نابولي. هذا كسادة اللي في باليرمو اللي كتبوا عليه فهمتي لا نون فيولينسا لا يرحمه. هذا ممتاز فهمتني. توانسة في بعضكم جيل طالع جيل أحرف جيل أحرف حاجة اللي ما يستاهلش. مانيش فاهم وين تربية صغاركم كيفاش تربيو في صغاركم فهمتني. اجري على الدنيا اجري عليها الدنيا تينفعوك اجري عليها الدنيا. كما قال بابا الله يرحمه قال كلمة والله لا ننساها ربي يرحمه بالرسمي. قتلوا أمي علاش ما تعملش دار لولادك هكايا فهمتي لا وتشري. قال لنا أنا عمري نهار نخمم باش نعمل دار لصغاري خاطر غدوة باش يجي نهار ويتعاركوا عليها. شوف كيفاش يخمم. نوكلهم نشربهم نلبسهم ونربيهم ما نخليهمش نهار آخر يتعاركوا مع بعضهم على جال ورثة. توا الخو يقتل خوه على جال دار. توا الام ولو يتهشوها فهمتني باش يفكوا لها الدار نتاعها. هذه الكلام اللي انتم ما تحبوش. هذه الكلام انتم ما تحبوش وان شاء الله ما يسينالوش الفيديو بجا ربي. هذه الفيديو اللي حبوا يوصل حبوا ماكس بارتاج. هذه الفيديو هذه اللي حبوا ماكس بارتاج باش يوصل الميساج نتاعي باش يوصل الميساج نتاعي فهمتني باش يوصل برشا توانسه. فيقوا يا توانسه راكم ماكم باش يهز معاكم حتى شيء حتى شيء. هاك تغرتوا هاك قتلتوا مسكين رزيتوا في شباب كل شيء كتب تربي. اوكي هذه ساعته حضرت لكن يا خويا زاد واحد زاد يعرف كيفاش يتصرف في الدنيا هذيا. ان شاء الله ربي يرحمه بالله. كل ما واحد يشاف الفيديو هذا يترحم على الطفل هذاك فهمتي ولا لا. وربي يرحمهم اجمعين خاطر بالرسمي شبابنا قاعد يموت. اللي مات في البحر مات في البحر واللي مات في الطليان ومات في الغربه وغير 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 وغير. صدقني برشا موتة وبرشا برشا موتة ما تحكيش خويا. ان شاء الله ربي يرحمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.